أموالكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فحديثنا لا يزال موصولا مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، وكيف كان أصحابه الغر الميامين يحبونه، وكيف كانوا يطيعونه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. إن طاعتهم له ليست كطاعتنا له، وإن محبتهم له ليست كمحبتنا له، وإنما نجد أن كثيرا من المسلمين اليوم يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا على المحك فلم تر منهم محبة ولم تر منهم طاعة ولا اتباع إلا من رحم ربك جل وعلا. هذا هو الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الذي حمله على تقبيل الحجر فقط أنه أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تقبيل الحجر، أما ففي داخله فهو يعلم أن الحجر لا ينفع ولا يضر. وهذا هو نفسه، هذا دليل اتباع.
وعظم في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. حينما رؤي أبو سفيان في قبل الفتح فأمسك به النبي أمسك به عمر بن الخطاب وقال أبو سفيان عدو الله ماذا جاء به إلى هنا، ويحاول أن يدافع العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سفيان حتى يدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لعمر يا عمر أن كان من غير بني عدي، يعني لو كان رجلا لو كان أبو سفيان رجلا من بني عدي أكنت تثور هذه الثورة؟ فقال له يا عباس والله إن إسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، من إسلام أبي. تخيل بيقول لرجل يعتبر غريب عنه، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يقول للعباس إن إسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى قلبي من إسلام الخطاب لو أسلم. يعني لو كان أبي موجودا وأسلم ما فرحت بإسلامي كفرحي بإسلامك أنت، ذلك لأن إسلامك كان أحب إلى قلب النبي من إسلام الخطاب لو أسلم. يعني السبب الذي جعل محبتي لإسلامك وفرحي بإسلامك أكثر من فرحي بأبي لو أسلم، لأن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح بإسلامك أشد من فرحه بإسلام الخطاب لو أسلم، فأنا أحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما تحبه نفسي. وهؤلاء هم أصحابه في صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وكان الصحابة يصلون في نعالهم، فخلع نعليه فخلع الصحابة نعاله في الصلاة. ثم بعد ذلك سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. قال إنما جاءني جبريل وأنا في الصلاة فأخبرني بأن بهما أذى، يعني بهما نجاسة، فخلعتهما لذلك. فانظر خلعوا لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه خلعوا نعالهم، ثم بعد ذلك يعرفون الحب. ثم نأتي إلى غزوة يوم الفرقان، غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يصف الصفوف للقاء عدوه، فإذا بسواد ابن غزية رضي الله عنه كان متنصلا عن الصف، يعني متقدما، وكانت بطنه مكشوفة، ستر عورته ولكن بطنه مكشوفة من فوق السرة، وكان بيد النبي صلى الله عليه وسلم قدح، عصا صغيرة يسوي بها الصفوف للقتال. فقال هكذا في بطن سواد، يعني ادخل جوه شوية سواد إلى الصف. فقال له يا رسول الله لقد أوجعتني فأقدني منك، أوجعتني أقدني منك يعني أقتص منك. فقال خذ واستقد مني، أعطاه العصا وقال استقد مني. قال ولكن بطني مكشوفة وبطنك مغطاة يبقى لن يستوي القصاص. فشمر النبي صلى الله عليه وسلم وكشف له عن بطنه، فانكب سواد تقبيلا على بطن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على فعل ذلك يا سواد؟ ما دام انت مش لن تقتص ولن تفعل بي ما فعلت بك، ما حملك على فعل ذلك؟ فقال له يا رسول الله قد حضر ما قد حضر، وربما يكون الموت، ربما تكون الشهادة، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس أن تمس بشرتي بشرتك. شوف مدى المحبة، عايز آخر حاجة كده يقابل بها ربنا إن بشرته تمس بشرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ويقول له أقد مني، استقد مني، خذ قصاصك مني،
هذا درس للبشرية كلها. هؤلاء الذين أبادوا شعوبهم وظلموهم وسجنوهم وأسالوا دماءهم كالمخلوع وركبه، أيظنون أنهم لن يحاسبوا عند الله تبارك وتعالى؟ أيظنون أن الله تبارك وتعالى لم يقتص منهم لمن قتل من شعوبهم ومن رعيتهم؟ أتظنون أن الله تبارك وتعالى لا يسأل هؤلاء الذين أراقوا دماء الشباب سواء في شارع محمد محمود أو في عند مجلس الوزراء، أتظنون أن الله يتركهم؟ لا والله، سيحاسبهم وسيسألهم. وهؤلاء الذين كشفوا بنتا أمام العالم، أتظنون أن الله تاركهم؟ والله لن يتركهم أبدا، لأن الله تبارك وتعالى لا تضيع عنه مثقال ذرة. هو الذي قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهو الذي قال عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد. وهو الذي قال عن نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإياكم إياكم أن تظنوا أن الله يغفل عن فعل ظالم. والله تبارك وتعالى قال: وما ربك بغافل عما تعملون، وما ربك بغافل عما يعملون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فربك لن يغفل، وربك جل وعلا إذا أملى، إذا ترك فرصة للظالم، وإنما يترك له فرصا كثيرة ليعود إليه ليتوب. ولذلك قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ بعد ذلك صلى الله عليه وسلم قول الحق تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. موقف آخر من هذه المواقف الرائعة التي تدل على مدى محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له ومدى طاعتهم. كعب بن الأشرف من اليهود، كان شجاعا، كان مترفا، كان شاعرا بارعا، وكان سيدا في قومه، حتى إنه بعد ما انتصر المسلمون في يوم بدر وجاءه الخبر بقتل فلان وقتل فلان وقتل فلان، قال: لئن صدقوا هؤلاء فيما أخبروني فإن بطن الأرض خير لنا من ظهرها. فهؤلاء ملوك العرب وساداتهم قتلهم محمد في يوم بدر. فلما تأكد له الخبر ركب إلى مكة ليؤلب الناس على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، حتى إن أبا سفيان قابله ومجموعة من المشركين فقالوا له: يا كعب، أنت من أهل الكتاب، أوتيتم الكتاب، ما نحن عليه حق أما عليه محمد صلى الله عليه وسلم؟ أديننا حق أم دين محمد؟ أنحن أهدى سبيلا أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أنتم أهدى سبيلا. فنزل في حقي قول الله تبارك وتعالى: ألم ترى؟ والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول له: ألم تعجب يا رسول الله؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا حظا من التوراة، أوتوا حظا من كلام الله؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ وهم يعلمون أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، ويعلمون أن محمدا ومن تبعه من الصحب الكرام هم أهدى سبيلا من قريش من المشركين، ولكنهم باعوا آخرتهم بدنياهم، يؤمنون بالجبت بالشيطان والطاغوت، وهو كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى.
ولذلك قال عنهم ربنا تبارك وتعالى في الآية التالية: أولئك الذين لعنهم الله طردهم من رحمته بشهادة الزور التي شهدوها وبكفرهم وبصدهم عن سبيل الله وبلي الحق ولبس الحق بالباطل. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. من طرده الله من رحمته فمن ذا الذي يدخله فيها؟ من غضب الله عليه فمن ذا الذي يرضى عنه؟ من أهانه الله جل وعلا فمن ذا الذي يكرمه؟ ذلك كما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. إذن بدأ في التشبيب بنساء المسلمين لما رجع إلى المدينة، بدأ يتغزل في نساء المسلمين: امرأة فلان فيها صدر كذا وفيها يد كذا وفيها ساقين كذا وفيها كذا. واستشرى قطره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. شره استشرى إلى إيذاء دين الله وإلى إيذاء المسلمين وفوق المسلمين إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام محمد بن مسلمة وقال: يا رسول الله، تريد أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا، إذن لي أن أقول ما أشاء فيك لكي نصل إلى هذا الهدف. واختار محمد بن مسلمة أبا نائلة سلكان بن سلمة، وكان أخا رضيعا لكعب بن الأشرف، واختار عباد بن بشر، واختار الحارث ابن أوس، واختار أبا عيسى ابن جبر، وكلهم أنصار أوسيون من الأوس. فخرج محمد بن مسلمة ونادى على كعب بن الأشرف وقال له: يا كعب، لقد فرض علينا هذا الرجل، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض علينا صدقات فعنانا، يعني أتعبنا وأثقلنا، والله لا ندري ماذا نفعل. فقال: اتركوا دينه. قالوا: لا ينبغي بعد أن تبعنا دينه أن نتركه حتى يظهر لنا ما شأنه، ولكننا في ضيق، وجئتك لاستسلاف وسق أو وسقين، عاوز يستلف منه غلة أو شعير مكيال معين. فقال: لا بأس، ولكن أرهني. وجاءه أبو نائلة وقال له نفس الكلام، فقال: لا بأس أن أسلفكم ولكن أرهنوني، سيبوا عندي رهن عشان أضمن أنكم هترجعوا هذا الذي أخذتموه. فقال له محمد بن مسلمة: ماذا تريد؟ أي شيء تريد؟ قال: أرهنوني نساءكم. فقال محمد بن مسلمة: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، كان جميلا ومطرفا، كيف نرهن عندك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فأرهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيعيرون بعد ذلك ويسبون؟ يقول: يعني الواحد رهن ابنه بوسق من شعير أو من تمر أو من قمح، ولكن نرهنك اللأمة، نرهنك سلاحنا. قال: لا بأس بذلك. ثم اجتمعوا على أن يأتوه ليلا، فجاء ونادى محمد بن مسلمة: يا كعب، في ليلة مقمرة. فقالت له زوجته لما وجدته يريد أن يخرج إليهم، قالت: أين تخرج في هذه الساعة؟ إنني أسمع صوتا يقطر دما، أنا أسمع صوتا يقطر منه الدم. فقال لها: إنه محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. قالت: إنك محارب، اجلس ولا تخرج في هذه الساعة. فقال لها، شوف شجاعة الرجل، قال لها: إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. يهودي وعنده شجاعة. إن الكريم
إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب، فنزل وكان متوشحا سيفه، وكان قد اتفق محمد بن مسلمة مع الفرقة، فرقة الكوماندوز الخاصة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في مهمة خاصة لاغتيال عدو من أعداء الله، استشرى شره بين المسلمين. فاتفق محمد بن مسلمة قال سأحتال عليه حيلة، فإذا أمسكت بشعره وكان شعره كبيرا واستمكنت من رأسه فدونكم عدو الله بسيوفكم. فلما خرج عليه كعب بن الأشرف قال محمد بن مسلمة ما شممت طيبا كالذي أشمه الآن. طيب مسك من أروع أنواع المسك كان يتطيب كعب بن الأشرف. قال هل تأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم. فأعطاه رأسه فأمسك بشعره وملس فيه قليلا، فلما تمكن منه قال دونكم عدو الله فقتلوه، فعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عندما ودعهم عليه الصلاة والسلام قال اللهم أعنهم على ما هم مقدمون عليه، ودخل إلى بيتي يصلي ويدعو لهم بأن ينجحهم الله تبارك وتعالى فيما هم مقدمون عليه. فلما عادوا وصلوا إلى بقيع الغرقد وهم يحملون رأس هذا الكافر، وهم يحملون رأس هذا الشقي، هذا الشرير الذي استشرى شره بين المسلمين وتشمم بنساء المسلمين، فلما وصلوا إلى بقيع الغرقد كبروا، فعلم أنهم قد نجحوا وأفلحوا، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج. فلما وصلوا إليه قال لهم أفلحت الوجوه، أفلحت الوجوه. قالوا ووجهك يا رسول الله قد أفلح. فحمد الله تبارك وتعالى على أن قتل الله عدو الله بأيدي جند الله تبارك وتعالى. هذا موقف يبين لك مدى بذل الصحابة لمهجهم في سبيل إعلاء كلمة الله. هذا رجل اعتدى على سلطان الله واعتدى على حرمات الله وتغزى في المسلمات وتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن نقابل أحدا قد تجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي مودة. وإني لأعجب كيف سقط هذا الشيخ الجليل الذي كنا نجله ونحبه ونأخذ منه اعتقادنا وعقيدتنا، الشيخ محمود الرضواني، كيف سقط في هذا الفخ وفي هذا الشرك، ويكتب في أي صحيفة، في صحيفة الأمة، يستهزئ بالمشايخ، يستهزئ بأبي إسحاق وبمحمد حسان ومحمد حسين يعقوب والشيخ مصطفى العدوي إلى آخره، ويتكلم فيهم بما شاء حتى لو كان الذي يتكلم فيه صحيحا. لا ينبغي أن يقال هذا، بل ينبغي أن تجلس مع إخوانك وأن تجلس مع العلماء لتنصح لهم فيما بينك وبينهم. انظر إلى أي حد سقط الرجل. وكنا نستضيفه في مسجدنا وكنا نبجل فيه وكنا نشير إليه بأن يلتزم منهجه الطلاب والطالبات. ما هذا الذي يحدث يا أخي؟ حتى لو حصل الذي حصل فما بالك وأن أكثر ما قاله كان افتراء وكذبا. وجلالة الرحمة ردت عليه بالبراهين واستشهد بالدكتور عاطف أو بالشيخ عاطف الرشيد وكذبه وقال هذا محض افتراء، لم يحدث هذا الحديث بيني وبينه. لمن؟ لصالح من يا رجل تعمل؟ يا رجل ده لو كانت هذه الأمور صحيحة لا ينبغي أن تنشر، إنما ينبغي أن تتقدم لإخوانك بالنصيحة فيما بينك وبينهم. يا أخي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نتأسى به ونقتدي به. حينما كان يفعل أحد من أصحابه شيئا
ما كان يجرحه بالنصيحة في الملأ، وإنما كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا، ويخلي النصيحة في وسط المجموع، وأنت تستطرد فلان تزوج من كذا وحدة، وفلان عمل كذا، وفلان أخذ بياخد $10,000، وفلان عنده سيارة كذا. يا أخي ما هذا؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، لا دخل لنا فيه، والله هو الذي سيحاسب العباد. يعني أما يكفينا هؤلاء الذين رمونا عن قوس واحدة، يسبوننا في كل مكان، في على صفحات الفيسبوك، على تويتر، على شاشات التلفاز، على الصحف، تأتي أنت من جلدتنا وتنتمي إلى منهجنا وتعلنها حربا على إخوانك؟ ما هذا؟ ما هذا الذي يحدث؟ أم إنها الدنيا استحوذت على القلوب؟ إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقوم: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. وكانت النتيجة التي رأيتموها. إذن لابد من رجعة مع النفس، ولا بد من تصحيح النية فيما نقدم عليه من أعمال صالحة، لأن العمل الصالح إذا لم يرد به وجه الله تبارك وتعالى والله لا يقبله ربنا جل وعلا. قال تعالى في كتابه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الصدق الصدق أيها الإخوة الأحبة، والإخلاص الإخلاص أيها الإخوة الأحبة. لابد أن نخلص لله وأن نصدق فيما نحن عليه. والله إن بعد عنا الصدق وبعد عنا الإخلاص والله لن نرى فلاحا في الدنيا ولا في الآخرة. فانتبهوا لذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوب عباده المؤمنين، وأن يجعلهم صفا واحدا في وجه أعدائه، وأن يعلي كلمة الحق، وأن يعلي كلمة الدين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين المتكبرين المتجبرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربي من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، لا بد أن نعلم
أن العبد المسلم المخلص لله تبارك وتعالى ينبغي أن يدور مع الحق حيث كان، ولا ينبغي أن يعبد شيخا ولا أن يقدس شيخا ولا أن ينظر إلى شيخ على أنه لا يخطئ أبدا، فكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن مطالبون باتباعنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ماذا أجبتم المرسلين؟ ونحن مطالبون بأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، فلقد قال ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن لو كنا نحب شيخا وحاد عن الطريق فلا ينبغي أن نسكت أبدا عن نهيه عن المنكر وعن أمره بالمعروف، وإذا كان الشيخ قد أخطأ علنا فينبغي أن نبين خطأ الشيخ علنا، وإن كان قد أخطأ سرا فينبغي أن ننصح له في السر. ولذلك قال علماؤنا: إن توبة العالم ليست كتوبة العامي، فتوبة العالم إن ذكر شيئا في الدين وفتن بسبب فتوى خلق كثير فينبغي إذا أراد أن يتوب أن يعلن توبته على ملأ، أو أن يعلن توبته في مؤلف، أولا يتبرأ مما قال ثم ينصح بعد ذلك بالحق الذي ينبغي أن يتبعه الناس. ولذلك قال أحد العلماء للإمام أبي حنيفة عندما أراد أن يأخذ بيد رجل أوشك على الغرق، قال له: إليك أنت يا إمام، فإن غرقك يغرق أمة، إذا زل العالم زل بذلته عالم. يبقى خطأ العالم لا ينبغي أبدا أن ينصح فيه في السر، إنما ينبغي أن يكون على ملأ، فما دام قد أخطأ على ملأ وفي صحف وعلى مواقع النت فينبغي أن يبين خطأه أيضا على ملأ. ثم بعد ذلك نأتي إلى الموقف الأخير الذي فيه دليل على مدى محبة أصحاب الخليل محمد صلى الله عليه وسلم لنبيهم. هذا هو خبيب ابن عدي، أخذ أسيرا في يوم الرجيع وبيع لرجل في مكة يقال له حجير ابن أبي إهاب، ابتاعه اشتراه لمصلحة الحارث بن نوفل لأنه كان قد قتل أباهم في يوم بدر ليقتلوه بأبيهم، وكان في الأشهر الحرم تقريبا، ووضع في بيت امرأة اسمها وماء أو نعم وماء وماء، هذه المرأة أسلمت فيما بعد، فتحكي لنا بعضا من خبر خبيب، قالت: ما رأيت رجلا في مثل بركة خبيب، فقد كان أسيرا عندنا في البيت ورأيته يأكل قطفا من عنب، وما في مكة وما في الأرض يومها من عنب. من أين جاءه هذا؟ إنها الكرامة التي يعطيها الله تبارك وتعالى لأوليائه. قالت: وقبل أن يذهب وقبل أن يذهبوا به لقتله خارج الحرم قال استأذنها، قال: يا أمة الله أرسلي إلي بحديدة لأستحد بها، يعني موس. قالت: فأرسلت الموس مع غلام من غلماننا، ثم بعد ما أرسلت الموس قلت: يا ربي ما صنعت ما صنعت، الآن يدرك الرجل ثأره، الموس معه وعنده الغلام يروح دبح الغلام يبقى قتل نفس قبل أن يموت وأخذ ثأره. فلما وصل إليه الغلام أمسكه وأقعده بجانبه، فلما رأى الخوف الذي في عيني قال: أتظنين أني أقتله بنفسي؟ هذا صبي. فخلى سبيل الرجل، ثم بعد ذلك أخذوه ليقتلوه في خارج مكة عند التنعيم خارج الحرم، فصلبوه قبل أن يصلب لقتله،
طلب منهم أن يصلي ركعتين، فصلى ركعتين وأتقنهما، وقال والله لولا أن تظن أن بي جزعا، يعني بخوف من الموت، والله لأطلت فيهما. ثم دعا عليهم بدعوة عجيبة، قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا وتروى بددا، يعني متفرقين، ولا تترك منهم أحدا. قال فكل من وجد تشاءم من هذه الدعوة. ثم قال له أبو سفيان وكان كافرا قبل أن يقتل، هذا الشهيد، هذا الصحابي الجليل قبل أن يقتل، قال له يا خبيب أتود أن تكون سالما في أهلك وأن محمدا مكانك هنا نضرب عنقه؟ فقال خبيب والله لا أود أن أكون سالما في أهلي ومحمد في مكاني تأخذه شوكة. مش تجيبوه هنا تقتلوه مكاني، لا أود أن أكون سالما في أهلي بين أبنائي ومع زوجتي، لا أود أن أكون سالما في أهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم في مكاني تأخذه شوكة. فقال أبو سفيان بن حرب قولته الشهيرة، والله لقد مررت على الملوك من العجم ومن القياصرة، ومررنا على السلاطين، فما وجدنا أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما أقبلوا على قتله قال أبياتا في غاية الروعة أذكر منها بيتين، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي. ما دامت الميتة في سبيل الله أيا كانت الميتة، بالقتل بالسحل بالقناصة، أيا كانت الميتة لا وزن لها، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق أو شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ. مدام في ذات الله، القتل في ذات الله وفي سبيل الله، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك في صلو أشل في يبارك في وصل أشلو ممزعي، عضو يتمزع في سبيل الله، مدام في ذاته سيبارك فيه يوم القيامة. ألم تعلم أن من فقد عضوا في سبيل الله يبدله الله خيرا منه في الجنة؟ ألم تعلم أن جعفر ابن أبي طالب الذي قطع ذراعاه أبدله الله تبارك وتعالى بهما جناحين يطير بهما في الفردوس الأعلى؟ إذا لو كانت الميتة في سبيل الله ولو كانت القتلة في سبيل الله فلتكن، لأن الله تبارك وتعالى سيبارك في أوصال شلو ممزعي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق في القول والعمل والإخلاص في السر والعلن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بمصر وأهلها خيرا فوفقه لما أراد وبارك له في سعيه، ومن أراد بمصر وأهلها سوءا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه. اللهم عليك بالذين أفسدوا البلاد والعباد، اللهم عليك بالذين نهبوا أموال الشعب المسكين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عليك بهم وبأذيالهم أجمعين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم طهر الأرض من رجسهم، اللهم طهر الأرض من نجسهم، اللهم لا تقم لهم قائمة أبدا يا رب العالمين. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، واشف المصابين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي علينا حاكما مسلما يحكمنا بشريعتك. اللهم ولي علينا من يخافك فينا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.